اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن زي ما كنا بنتكلم معاكم في بدايه البرنامج النهارده عن الذكرى التامنه لافتتاح قناه السويس الجديده اللي تم حفرها بسواعد المصريين وفي زمن قياسي عشان تكون مرحله فاصله في تاريخ القناه وتعظم ارادتها وزياده القدره الاستيعابيه للقناه ورفع تصنيفها الدولي باعتبارها اهم ممر ملاحي عالمي. على اي حال قناه السويس الجديده يعني تاريخ جديد بيكتب في عمر هذه القناه. لو قلنا ان 1869 هو تاريخ حفر القناه و1956 هو تاريخ تاميم القناه، في 2015 رقم مهم جدا في تاريخ قناه السويس، لان احنا عملنا ممر ملاحي جديد بيخلي السفن تعبر بشكل اسرع، بيخلي زمن عبور السفينه اللي كان 18 ساعه ويوصل ل 20 ساعه بقى 11 ساعه، بيخلي السفن اللي كانت حاجه و40 سفينه بيعبروا قبل 2015 ده حاجه و90 سفينه، يعني بنتكلم تقريبا في الضعف في كل الارقام حتى على سبيل الدخل اللي دخل لقناه السويس. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن افتتاح او اهميه قناه السويس الجديده، واحنا بنحتفل النهارده بتاريخ افتتاحها وبنحتفل ايضا في مساهمتها في استقبالها اكبر كما ممكن من السفن اللي موجوده في حركه التجاره العالميه. ارحبوا معنا في فقره النهارده الاستاذ الدكتور محمد علي ابراهيم، استاذ الاقتصاد العميد الاسبق لكليه النقل الدولي واللوجستيات. اهلا بارك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. خلينا في البدايه كده نرجع لبدايه القصه. كان 2015 كانت بدايه هذا المشروع الكبير. خليني اعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين دكتور الفكره نفسها من هذا المشروع ايه؟ هو المشروع كان يعني ليه محورين، محور متعلق بانشاء قناه جديده متوازيه من الكيلو 60 لكيلو 95 وايضا تعميق وتوسيع البحيرات الكبرى. عايز اعرف من حضرتك تفاصيل الفكره نفسها. هو الحقيقه خلينا نقول في البدايه انه قناه السويس بالرغم انها اطول ممر ملاحي اصطناعي في العالم فهي اقصر طريق بين الشرق والغرب. صحيح. دي نقطة محورية بتزيد من قوة مصر الناعمة وبتعمل إضافة جيدة للتجارة الدولية، والحقيقة أنه يد المصريين تعهدت القناة بالتطوير المستمر منذ التأميم، منذ تأميم قناة السويس، ومشروعات تطوير وتنمية القناة لم تنقطع. وهذه المشروعات كان الهدف منها هو مواجهة التغير في نمط التجارة و ملاحقة التطور في أحجام السفن. المشروع الأخير اللي هو والآخر وليس الأخير كان بنتكلم على إضافة 72 كيلو متر للمجرى الملاحي، منهم 35 كيلو حفر جاف و37 كيلو حفر على يعني توسيع وتعميق، يعني بيسموهم حفر في المياه. والهدف من هذا المشروع في ذلك الحين كما كان مخطط له انه يزود الطاقه الاستيعابيه لقناه السويس لتسمح بمرور بدلا من 49 سفينه ل 97 سفينه في اليوم. مش بس كده، ده كمان انها تكون قادره على استيعاب كافه اجيال السفن من كافه الحمولات والاحجام. تقليل زمن انتظار السفينه اللي كان بيتراوح من 8 ل 11 ساعة. صحيح. إلى 3 ساعات فقط. ده في أسوأ الظروف كمان. أيوة. 3 ساعات. كمان أيضا زمن المرور زي ما حضرتك تفضلت في الأول كان بيتراوح من 11 ل 18 ساعة، أصبح 11 ساعة فقط، يعني بدأ ينخفض زمن ل 3 ساعات فقط أسف. فإذا احنا بنتكلم على تخفيض زمن الانتظار وزمن المرور. مش بس كده، كان مستهدف ايضا زياده ايرادات القناه لتصل ل 13.2 مليار دولار سنويا. ده كان الهدف، وبالحقيقه انه ده كان ماشي في اطار ان بيزود القدره التنافسيه لقناه السويس في مواجهه الطرق البديله المنافسه. احنا طول الوقت حوالينا ممرات ملاحيه بتنشا سواء كان في البحر او ايضا في طرق جديده سواء في سكه حديد او حتى في الطرق البريه، كلها بتستهدف انها تخرج جزء من التجاره العالميه. خلينا اقول لحضرتك ان المشروع اللي احنا بصدده النهارده ساهم في انه التجاره العالميه كانت قناه السويس بتستحوذ منها على 8% قبل الحفر، النهارده وصل ل 12.5% من حجم التجاره العالميه بيمر عبر قناه السويس. واعتقد ان ده
بيزود من أهمية مصر الاستراتيجية ومن أهميتها في المنطقة. وأعتقد أنه إحنا لحد الآن ما زلنا بننظر إلى قناة السويس على أنها ممر ملاحي. الموضوع في تقديري أوسع من كده بكثير. إحنا المفروض ننظر إليها كممر لوجيستي وتجاري عالمي. صحيح. المفروض أن إحنا بنستقطب تجارات العالم، نبدأ نعمل عليها قيمة مضافة، نولد دخول أكبر من هذا بكثير. طبعا بمثابة كمان يعني أنها بتخدم محور الاقتصادي لهيئة قناة السويس أيضا. هو المفروض ان هم مشروعات متكامله. صحيح صحيح. يعني لا احنا مش، انا الحقيقه في خدمه اصلاح السفن وخدمه صيانتها وخدمه الاسعاف يعني احنا بنتكلم في بورسعيد في الشمال وفي السويس في الجنوب. نعم. هو لو احنا نظرنا المشروع بشكل اوسع شويه، المنطقه الاقتصاديه الهدف منها اهداف متعدده، اولا ان انا بزود الناتج المحلي الاجمالي، ثانيا ان انا بخلق نقد اجنبي، ثالثا بخلق فرص عمل، ازود الصادرات واقدر اتغلب على عجز ميزان المدفوعات. دي اهداف كويسه جدا. وزود الخبرات ازاي في الصناعه تتحقق بالتكامل مع قناه السويس. طبعا طبعا. يعني الممر ده يجب ان يكون ممرا لوجستيا، بمعنى ان يقدم خدمات لوجستيه للسفن العابره. صحيح. زي ما حضرتك تفضلت، الاصلاح وتموينات السفن وخلافه، وايضا خدمات لوجستيه للتجاره التي تعبر من مصر. بالاضافه لكده نستطيع ان احنا نقدم خدمات لوجستيه للصناعات اللي هتتوطن في محور قناه السويس. والحقيقه لو توطنت شركات دوليه النشاط في هذا المجال نستطيع ان احنا نستقطب صناعات من الخارج. صحيح. ويكون هدفها هو انها تصدر للخارج وليس للسوق المحلي. صحيح. وبالتالي ده هيخلق طلب اضافي على خدمات المرور من قناه السويس، لان المواد الاوليه اللي انا هستخدمها في هذه الصناعات هتمر عبر القناه. طبعا. ثم المنتج النهائي هيعاد تصديره عبر القناه مره اخرى. صحيح. وده بيعزز قدره قناه السويس التنافسيه. طب دكتور، يعني حضرتكم في الكليه، ربما الكليه الوحيده اللي بتدرس لوجيستكس او يعني العلوم التي يعني تساهم في رفع كفاءه قناه السويس وتخدم قناه السويس بالشكل اللوجستي، رسائل الماجستير والدكتوراه اللي كتبت على مدار السنوات، هقول العشر الاخير، اوصد بايه؟ هل قدمت افكار جديده لقناه السويس؟ هل كانت بتتنبأ من قبل ما تحفر 2015 طلبت ان هي تتحفر؟ يعني كلمني كده عن الرسائل البحثيه وقدرتها على تطوير هذا المجرى الملاحي. والله في افكار جديده وكثيره. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنتصور انه هذه القناه يجب ان تكون جزء من حلقه التطوير، او هذا تصورنا، ان لابد ان يبقى في رؤيه استراتيجيه لازدواج القناه. كمان تكامل القناه مع خط سكه حديد كهربائي، يعني كانك بتعمل محور تنميه، وده بيحصل من السفن للعالمين، وبيقطع الطريق على منافسه اخرى كانت بتحصل من احد دول الجوار. ان دول الجوار النهارده بتعمل ربط ما بين مينائين بطريق سريع، قطار سريع سرعته 300 كيلو في الساعه، وبالتالي لو ده تم كان ممكن يسحب جزء من التجاره. فانت النوع من التجاره عايز ما يمرش عبر القناه ويمر بسرعه من البحر الاحمر البحر المتوسط، فانت خلقت له محور تنميه واخر من خلال سكه حديد. ويمكن رؤيتر عبرت عن هذا الكلام بان القطار الكهربائي يمكن بيسموه قناه سويس تجري على القضبان. وبالتالي هي بتسحب جزء من التجاره صحيح من القناه، ولكنها خلقه محور تنموي وبتزود قيمه قناه السويس لانها بتقطع طريق على منافسين. ايضا في افكار ان احنا بنتكلم في تطور في النقل البحري الان، بدا يبقى في مواني ذكيه، وبدا يبقى في سفن بلا طاقه. يعني السفينه بتيجي من غير طاقه، وبالتالي هي موجهه سفينه ضخمه يعني او سفينه صغيره. لا طاقه، الكلام ده تطور جاي. ده جيل لسه ما. فاحنا بنتكلم ان احنا لابد ان نطور قناه السويس لتكون ممرا ملاحيا ذكيا. عشان يقدر يتعامل مع هذه النوعيات من السفن. لان انا مش المرشد هيتعامل مع مين اذا كان ما فيش كروه ما فيش طاقه. فلابد ان يكون برضو احنا طورنا الممر يكون ممر ملاحي ذكي، بحيث ان يعرف يتعامل مع السفينه ونديها الارشاد الكافي من غير ما يكون في كروه. هذا الكلام لازم نبقى احنا شايفينه من النهارده. يعني النهارده الثوره الصناعيه الرابعه فتحت افاق كبيره جدا للتطور في كافه مجالات النقل وفي كل في الصناعه وفي كل في حياتنا كلها. وبالتالي هذا التطور قادم وسريع، فلا بد ان نكون مستعدين من الان لمواجهه هذه التطورات. ودي من الحاجات اللي احنا يمكن اوصينا بيها، يمكن انا كنت عامل مبادره لتحويل المواد المصريه لمواني ذكيه، وايضا قناه السويس لممر ملاحي ذكي.
عمليه الازدواج لازم ان تدرس جدوى من الان وتشوف لها مصدر تمويلي يتناسب معاها. اعتقد ان ده ممكن يتم على بشكل مرحلي وده بيعزز قدرتها التنافسيه. ففي وبعدين موضوع ان انت تركز على المنطقه الاقتصاديه قناه السويس، ده مناطق تطوير، وانك انت تحول القناه من مجرد ممر ملاحي الى ممر لوجستي، ده اللي هيجيب العائد اللي يساوي. خليني اقول لحضرتك ان دوله زي بنما الممر بتاعها الملاحي اقل كتير من قناه السويس من حيث طاقته، لان هو بيشتغل بالاهوسه ونظام مختلف. صحيح. الحقيقه ثلث ايرادات قناه بنما بيتم توليده من انشطه لوجستيه. خليني اقول لحضرتك دوله زي سنغافور يمكن الدوله كلها قايمه على انشطه اللوجستيات البيئيه. حصل حقيقي. وبالتالي فانا عندي امكانيات الدوله اصلا ميناء اصلا سنغافوره. انا مسمي سنغافوره هبه الميناء زي ما مصر هبه النيل هي هبه الميناء. يعني الحقيقه كل الانشطه اللي انت شايفها والتقدم الموجود عندهم يعزو ممكن نعزوه الى وجود تقدم لوجستي هايل في البيئيه. هذا المجال لابد ان احنا نطور موانينا، نطور الممر الملاحي بتاعنا ونربطه بموضوعات لوجستيه. الحقيقه انا شايف ان الفتره الاخيره في التطور الفكري اللي في مصر انه بيتكلموا على ان احنا نعمل تجاره ترانزيت. وده نشاط لوجستي هام جدا، ومصر عندها طاقات جيده. باقي ان احنا نعمل ما يسمى بالسوبر ستراكشر او البنيه الفوقيه اللي ممكن تستقطب تجاره الترانزيت وتبدا تروجها بشكل جيد ونستفيد من هذه الامكانيات. صحيح. طيب هنتكلم اكتر عن النقطه دي يا دكتور، لكن اسمح لنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن هذه الملحمه الوطنيه وشريان حيوي مهم للتجاره العالميه، ويعني بنتكلم عن هذا المشروع ليه اثار ايجابيه كبيره جدا على التجاره العالميه، ايضا ليه اثار ومردود اقتصادي كبير جدا لمصر. خلينا نتابع هذا التقرير عن العوائد الاقتصاديه للقناه الجديده كمان الخدمات اللي بتقدمها هيئه قناه السويس للسفن، ونرجع نكمل حديثنا مره اخرى. قناة السويس سجلت أرقام كبيرة وغير مسبوقة وصلت لتسعة مليار وربعمائة مليون دولار في السنة المالية 2022-2023 بزيادة قدرها 35% عن السنوات اللي فاتت، ليصبح أكبر دخل حققته القناة في تاريخها، لأن إيرادات القناة كانت 5 مليار دولار فقط قبل حفر القناة الجديدة. الأرباح الكبيرة للقناة حققتها السنة دي ليها أسباب كتيرة، أهمها حفر قناة السويس الجديدة، كمان الخدمات اللي بتقدمها القناة للسفن المارة وتخفيض زمن عبور السفن اللي أصبح 11 ساعة فقط، مع زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن، وأصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة. ومن ضمن أسباب ارتفاع إيرادات قناة السويس هي الخدمات المستحدثة اللي قدمتها الهيئة العامة لقناة السويس للسفن، واللي عملت على جذب عملاء جدد للقناة، وبيتم تقديم العديد من الخدمات زي مثلاً تموين السفن وجمع المخلفات. كمان هنلاقي خدمة تغيير الأطقم اللي بدأتها هيئة قناة السويس خلال أزمة كورونا ولازالت مستمرة في تقديمها حتى الآن، وغيرها من الخدمات زي خدمة الإسعاف والإصلاح والصيانة داخل الترسانات التابعة للهيئة في السويس وبورسعيد. وبتقدم الهيئة خدمات جديدة كل عام تصل في بعض الأحيان لخمس خدمات، وفي بعض الأحيان بتحصل السفن على نحو 20 خدمة بخلاف خدمة المرور من المعابر حول العالم. مرحب مرة تانية بالدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد العميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، بيتكلمنا النهاردة عن احتفالنا بافتتاح قناة السويس الجديدة اللي مر عليك سنة من الكلام من 2015. النهاردة قدرنا بالفعل أن احنا نشوف لغة أرقام بتؤكد لنا الواقع الجديد زي ما سمعنا في التقرير. دكتور تقول إيه لكل الشباب اللي على السوشيال ميديا اللي بيقولوا يعني كان لازمتها إيه نفتح قناة، فلوس وحفرنا وعملنا وبتاع، هل احنا استفدنا؟ هل مصر استفادت بلغه الارقام نتكلم علشان نرد بشكل علمي ودقيق على كل الناس اللي بتقول ان احنا يعني ايه ما كانش ليها لازمه ان احنا نفتح فرع جديد لقناه السويس او مجرى ملاحي جديد؟ انا بعتقد انه التطوير ده ما هوش تطوير لحظي، وان ده تطوير مستمر،
وده متسق مع سياسة مصر في أنها بتتماشى مع التغير في نمط التجارة العالمية والتغير في أحجام السفن. فأنا لو ما كنتش عملت التطوير ده كان في أنا أجيال من السفن مش هقدر أستوعبها في القناة. النهاردة حتى مش مجرد أعداد سفن بقدر أستقبلها، ولكن نوعيات سفن. ما هو في ممكن أستقبل 100 سفينة لكن صغيرين، لكن ممكن أجيب 50 سفينة افضل كتير من 100. صحيح، لان الاحجام السفن كده كنا بنكسب كام قبل كده وهنا مش بنكسب، احنا بنتكلم على ايراد. ايراد لانه احنا بنقدم خدمات التجاره الدوليه طبعا، وبعدين مصدر للنقد الاجنبي. احنا كنا ايراد القناه بكام قبل الحفر؟ كان اقصى رقم وصل له 5.4 مليار. 4.5 5.4 وكان قبل كده 4 وتزايد الى ان وصل 5.4. ده كان لحد 2014. احنا النهاردة وصلنا السنة دي في 31 يوليو ل 5.9 مليار. المستقبل او المتوقع ان احنا بنهاية هذا العام يعني 31/12 السنة دي هيوصل ايراد ل 10.2 يعني الضعف تقريبا. طبعا تقريبا احنا بنسير نحو الرقم المستهدف 12 مليار تقريبا. بنسير نحو الرقم المستهدف في الاخر 12 مليار. بالظبط، الرقم المستهدف كان 13.2 حقيقه عشان اكون امين بس في نقل الصوره، وكان المستهدف ده يوصل له في 2023، يعني كان المفروض ان احنا نوصل له السنه دي، لكن حضرتك عارفه ان احنا الاقتصاد العالمي مر بفيروس كورونا. صحيح، احداث كتير الحقيقه اثرت يمكن تاثير، لكن مع ذلك القناه حققت ايرادات. لو شفنا الزيادات في الايرادات دي هتجب الانفاق اللي تم. يعني احنا بنتكلم ما تم انفاقه وقتها كان حوالي 60 مليار، مش بس توسعات ومشروعات اخرى مكمله. كله ال 60 مليار جنيه اعتقد انه دلوقتي تقدر لو نسبتهم لاي زياده هتلاقي ان تم استردادهم بالكامل. دول بالدولار وده بالجنيه. بالظبط. فالحقيقه ان احنا بنتكلم على انه كمان انا ما اقدرش اقف ستاتيك او اقف ثابت في موقفي. والتجاره بتتطور والسفن بتتطور، وجنبي مشروعات طول الوقت عايز تاخد جزء من اهميتك الاستراتيجيه كقناه السويس، سواء من دول جوار ودول حتى مشروعات دوليه زي القطب الشمالي، سكك حديث سيبيريا، طريق الحرير. عندنا مشروعات كتير اقليميا، عندي عشرات المشروعات. يمكن لسه الاسبوع اللي فات بس اعلن عن مشروع ربط سككي ما بين اسرائيل الاردن السعوديه، ومقترح مده الى الامارات ثم العراق وسوريا، فبيتكلموا او ما يسمى بقطار السلام، وده بينقل البضائع مباشره من الخليج العربي الى المواني الاسرائيليه. فاحنا لو بصينا الموضوع فيه لا في منافسه، وفي منافسه شرسه. فانا لو وقفت ثابت اعتقد ان ده بيقلل. مفيش وقوف ثابت يا دكتور، في تراجع، مفيش حاجه اسمها وقوف ثابت عامه. لو ثبتت على موقفي طبعا ده بيشير تراجع. لو الاخرين تقدموا يبقى انا تراجعت طبعا بكل تاكيد. انطلاقا من هذه النقطه يا دكتور تحديدا، واحنا كل ده عمالين نتكلم عن كل ما حققته حفر قناه السويس الجديده لمصر، لكن احنا بنتكلم على تقليل زمن الانتظار، وبنتكلم على تقليل زمن العبور وزيادة أيضا السفن، عدد السفن، مرور عدد السفن. ده بكل تأكيد ليه انعكاس أصلا على التجارة العالمية بكل تأكيد، لأنه الانتظار، عدد ساعات الانتظار أو عدد ساعات المرور في حد ذاتها هي بتزود من التكلفة، إن كان للشركة الناقلة أو حتى كان للشركات اللي بينقل لها هذه الحمولة. فبكل تأكيد في زي ما بيقولوا بيطلق عليها كده الوين وين سيتويشن. تمام، فازاي قدرت التجاره العالميه تستفيد من هذا المشروع وفكره وجود قناه السويس الجديده؟ هو طبعا البيزنس قايم على فكره جوهريه، وهي الوقت يساوي فلوس. طبعا، وفي قاعده رئيسيه في اقتصاديات النقل ان طول ما السفينه ماشيه بتجيب ايراد، ولما بتقف بتدفع تكلفه. لان هو ماشي، هو ايه انتاج السفينه؟ يختصر وقته وبتاع؟ لا، هو انتاج السفينه ايه؟ المرور. بين الكميه كميه بضائع في كذا كيلو متر او كذا ميل بحري وهكذا. فطول ما هو ماشي بيجيب ايراد، لو توقف واقف عمال يدفع للمينا ويدفع في مصروف مستمر. فانا النهارده بمكنه من زياده حركته، وبالتالي بمكنه ان يجيب يعني الدوره الملاحيه بتاعته بتقل، يعني بيلف طبعا بياخد دوره في زمن اقل، فده معناه عائد اكبر لشركات الملاحه.
والعائد لما بيكبر لشركات الملاحة بيترتب عليه تخفيض النوالين. المستهلك النهائي بيستفيد سواء في مصر أو بره مصر، لأن أنا بتكلم عن تجارة دولية مش مصر بس. وبالتالي فأنا كأني يعني ساهمت في رخاء العالم من الناحية الاقتصادية كقناة السويس، إن أنا خفضت تكلفة النقل، والنقل كومبوننت مهم جدا في تكلفة السلع. وبالتالي فأنا لما بخليه يمر في زمن أقل، بالتالي تكلفة النقل تبقى أقل، يبقى النوالين تقل، وبالتالي أنا ساهمت في ازدهار التجارة الدولية. طبعا بكل تأكيد، لأنه حتى تكلفة النقل بتحمل يعني حتى على سعر السلع. زي ما قلت لحضرتك من شوية إن إحنا كان قناة السويس بتستحوذ على 8% من حجم التجارة العالمية. بقينا 12. بقينا 12.5 الآن. وبالتالي وفي زمن قياسي. طب أنا لو عايز أطور بشكل فعلا يعني كمان متطور عن قصة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والخدمات اللي بنقدمها السفن، قصة تجارة الترانزيت وما يحدث في سنغافورة، إن أنا أبقى هب السفينة تجيلي توزع على سفن تانية، أو السفينة تجيلي نصنع حاجة صغيرة ونوزعها على دول تانية، ويبقى في حركة مستمرة بشكل آلي وديناميكي. سنغافورة بتخش لها كم سفينة في اليوم مثلا؟ لا، هي المسألة سنغافورة يمكن واقعة مختلفة عنك، لأنها بتتعلق مع تجارة الصين، فمش عايزين نتكلم على. أنا عايز أقول لحضرتك إن سنغافورة بتجيب من نشاط لوجستي واحد وترانزيت زي ما حضرتك تفضلت، أو مش ترانزيت كله كمان، ترانزيت المباشر بتجيب منه 20 مليار دولار سنوي من نشاط لوجستي واحد. يعني مش مهم عدد السفن، أنا أعد السفن وما بجيبش إيراد. القضية إن أنا كيف أولد إيرادات جديدة الأجنبي، وازاي ده اللي انا عايز اسمعه من حضرتك بصفتك خبير في هذا الامر. انا متصور ان احنا عندنا امكانيات ضخمه جدا لاستقطاب تجاره ترانزيت. اولا عندك مواني الغاطس بتاعها كبير جدا، زي شرق بورسعيد، زي دمياط، زي الدخيله، ودي وزي السخنه، ودي قادره على استيعاب السفن الكبيره من كف اللي بيسموها مادر شيبس، وبالتالي قادره على انها تعمل ما يسمى بالترانزيت المباشر او المسافنه، انها تيجي سفينه ضخمه محمله ببضائع لعده جهات، تقعد في المكان ده، في تخش الميناء ده كميناء محوري، وتيجي سفن اصغر بيسموها سفن الرافديه، تاخد وتوزع على المواني الاصغر. اعتقد ان دي تجاره الترانزيت، يعني مثلا حاجه جايه من الصين بتنزل لافريقيا وبتطلع على اوروبا وبتودي لاسيا. بالظبط، بدل السفينه الكبيره دي ما تخش كل المواني، لان في مواني مش تقدر تستوعب السفن الضخمه دي، فبتيجي سفن اصغر تاخد من هذه السفينه وتوزع. ده بيسموه ترانزيت مباشر او المسافنه، بتنقل من سفينه لسفينه. في شكل تاني للترانزيت؟ طبعا في ترانزيت غير مباشر، انا بنزل بالبضاعه دي في الميناء وببدا اعمل عليها عمليات قيمه مضافه، اصنع، ابدا اجمع أكبر. بعض القطع ابدا اعمل لها اعاده تغليف وتعبئه، ابدا اعمل لها ليبل، احط لها ليبلنج، ابدا اوزع من عندي، كل دي بتعمل قيمه مضافه اكثر وتجيب ايراد اكبر. الحاويه اللي بتمر من قناه السويس بتدينا عائد من 90 ل 100 دولار كرسم مرور. طب لو اشتغلنا بقى بعمليات القيمه المضافه دي قد يصل الى 3000 دولار. احنا بنتكلم على فارق كبير جدا، ضخم جدا. القضيه ان ازاي تتوطن هذه الانشطه في مصر. طيب ده سؤال مهم، ازاي؟ النهارده ان انا اجيب الخطوط الملاحيه النهارده بتتكامل مع نفسها، لان النقل البحري كناقل بحري ما بيكسبش كتير لانه استثماراته ضخمه جدا. فبيعمل ايه؟ بيحاول ان هو يدير محطات اللي بتستقبل سفنه. فممكن وده بدا في مصر مؤخرا، بدانا نمضي مع بعض الخطوط الملاحيه انها تدير محطات حاويات، بس الشطاره ان انا ابدا ارتب معاه ان ما تاخدش من التجاره بتاعتي، ما تجيش عشان تاخد من التجاره اللي بتجيلي اصلا، انت تستقطب لي خطوط جديده وتجارات كانت لا تاتي الى مصر، وتبدا تشتغل يعني تستقطب خطوط ملاحيه لم تاتي من مصر من قبل، ونبقى مركز لتجاره الترانزيت. انت دي اللي هو مين؟ الشركة الخطوط الملاحية الكبيرة. التعاقد بيني وبينه كده، ما انت لو جاي تنافس الانشطة القائمة يبقى انا حولت من جيب الشمال لجيب اليمين، ما عملناش حاجة. لكن انا عايزه يضيف لي جديد، وابدا اديله تسهيلات زي ما بيحصل في العالم كله، ادرس السوق. انا عندي شرق متوسط وعندي البحر الاحمر، في مراكز في دراسات عاملينها كده انتوا في الاكاديميه البحريه؟ في حاجات كتيره في دراسات متعدده لم تقدم لقناه السويس او لم الحقيقه احنا في باستمرار بنعمل لقاءات مع المسؤولين في قناه السويس، وفي ويمكن اكاد اقول لحضرتك ان معظم ابنائنا في هيئه البحوث في قناه السويس مروا علينا كدارسين دراسات عليا في الاكاديميه يعني، او دورات. بس فكره زي كده تضاعف الموضوع. والحقيقه انا عايز اقول لحضرتك ان هم شباب كويس جدا وبروفيشنال ومعدين بشكل جيد.
القضية بقى ان مش مسألة قناة السويس لوحدها، قناة السويس لابد مع وزارة النقل، مع وزارة المالية، في اجراءات متعددة. المسألة ان انت عايزين جهة عليا تلم الأنشطة دي مع بعض عشان تبدأ تنسق، فبدولها تسهل الإجراءات بالظبط. لأن ممكن النهاردة أنا أحط تعريفة جاذبة ويجي حد تاني يحط مثلا قيد جمركي ولا قيد صحيح. مثلا يقول لك لازم أفتح الحاوية ترانزيت. طب أنت مش دي مش جاية لك، الدولة اللي رايحها هي اللي تفتحها، أنت مجرد معبر. لا أنا حراقب ده في تصورات كده. فأنت عندك مشكلة النقل البحري والنقل الدولي، في مشاكل متعدده مع جهات متعدده. انت عندك الرقابه على الصادرات والواردات، عندك الامن، عندك الجمارك، عندك هيئات الموانئ، ففي مجتمع المينا متعدد. وبالتالي النهارده الوزاره البحريه الدوليه بتتكلم على ما يسمى ان يكون في بلاتفورم واحد ونافذه واحده تجمع كل مجتمع المينا في بظله واحده عشان يبقوا التعامل معاهم سهل. لان انت بتستنى قرار من مثلا من يعني الروتين ده وقف لنا حاجات. عايز تقول ان الروتين يوقف، وكمان مرات احنا رفعنا الرسوم بتاعه التعامل مع المواني اللي بتمر من بتخش المواني المصريه، ادى الى هروب بعض الخطوط الى دول جوار. وبالتالي فانت محتاج قبل ما ترفع الرسوم او تخفضها تبقى دارس السوق اللي حواليك وتدي تعريفات تنافسيه. طيب المسألة يعني التعريفة. عندك جزء تنظيمي يتعلق بتشريعاتك والقرارات الإدارية اللي تسهل التعامل وتخفيف القيود من غير تفريط في الأمن. أنا مستوعب البعد الأمني طبعا، لكن ده ممكن كله ده يتم إلكترونيك. يعني مثلا أنت لما تروح في الإمارات بتلاقي عنده كاميرات بتصور 360 درجة، فانت شايف كل حاجه، ما انتش مش محتاج تواجد امنيا بشكل مكثف، انت شايفه صحيح. يعني ممكن تعمل ده يعني طيب. قيد شديد ولكنه حريري مش بيقلمك. طب دكتور، بجانب التعريفه الجمركيه المحدده زي ما حضرتك تحدثت، وبجانب انه نتخلص من البيروقراطيه، نعم احنا مصر مؤهله، موانئها مؤهله وكوادرنا مؤهله لمثل هذا النوع من التجاره، تجاره الترانزيت، نعم كبنية تحتية وسوبر ستراكشر زي ما حضرتك كنت تتكلم. نعم البنية الفوقية هي اللي احنا محتاجين نعدل الإطار الإداري والتشريعي بحيث انه يستوعب هذا النوع من التجارات. واحنا مش بنستحدث حاجة مش موجودة في العالم. انا يعني يوم ما احنا رفعنا الرسوم المواني، بريوس اليونان قال الدخول للسفن مجان، فراح خطوط سحبت وراحت هناك. طب مجانا هو بيخسر؟ لا ما بيخسرش، انت دخلت مجانا لكن كل الانشطه اللي هتعملها جوه البلد هتدفع لها. صحيح، يا حسبه اللي سابك هنا راح عمل مراكز لوجستيه هناك وتوطن هناك. فانت المفروض تبقى شايف انا كل المواضيع بالظبط. لازم تبقى رؤيه متكامله، مش مجرد ان انا عايز ازود الايراد. طب زودت الايراد ففقدت كله او فقدت معظمه. صحيح صحيح. على اي حال احنا محتاجين بالفعل نتكلم اكتر عن القصه دي، محتاجين ليها ربما يعني اوقات كتير علشان نفرض ازاي يعني نعظم الاستفاده من قناه السويس. بتقول يعني الحاويه لو بتمر ب 900 دولار ممكن توصل ل 3000 دولار لو عملنا نوع من انواع تجاره الترانزيت اللي فعلا قناه السويس بالفعل اصبحت مؤهله ليها. بنشكرك يا دكتور الدكتور محمد علي ابراهيم، استاذ الاقتصاد العميد الاسبق لكليه النقل الدولي واللوجستيات في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. نورتنا فن مشرفتنا، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه مرور 8 سنوات على انشاء الممر الملاحي الجديد لقناه السويس. وحضراتكم بخير ومصر كلها بخير ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.